صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا، عم نطلع عليكم عبر شاشة الإخبارية برحلة صباحية فيها محطات عديدة من دمشق والمحافظات السورية. لكن كالعادة مع بداية كل نهار بتمنى نهار يحمل الخير والبركة والرزق الكتير وراحة البال والانفراج لكل الناس، ونهارك سعيد. نهارك سعيد نور مع نسيم أيلول مثل ما بيقولوا، رجعت الشتوية، بلشنا هيك نحس شوية برودات، بلش المنخفض الجوي. امبارح كان في باللاذقية شوية مطر وبعض المحافظات الساحلية، ورح يستمر هالمنخفض كم يوم إن شاء الله، هيك الناس بترتاح شوي من درجات الحرارة اللي كانت كتير قوية من كم يوم. وياكي مبسوطين؟ طبعا مبسوطين، جماعة الشتاء هلأ بينبسطوا بهذا الجو، وإن شاء الله يا رب الأيام كلها خير على بلدنا وعليكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. مثل العادة محطاتنا رح نبلشها بعد ما نصبح عليكم بغنية. سلمى هلأ بننتقل لمادتنا الأولى. سنتين من الجهد والاجتهاد قامت فيهم السيدة سراب المبيض بتنفيذ مشروعها الخاص في تأسيس وصناعة الألبان والأجنبان في ريف السلمانية. التفاصيل مع مراسلنا محي الدين فهد بالتقرير التالي. سنتان من الجد والاجتهاد في صناعة الألبان والأجبان مكنت السيدة سراب المبيض ذات 47 عاماً من قرية تل الدرى في ريف مدينة السلمية من تأسيس مشروع مدر للدخل، بالإضافة إلى اقتنائها دراجة نارية تمكنها من بيع منتجاتها لتوفير الوقت والجهد. حبيت أشتغل بهذا المجال لأنه عندنا مزرعة وحبيت أطور حالي، فاشتريت أول شيء الدراجة النارية مشان أقدر فيني أخذ وجيب عليها الحليب. بطلع على الجبل بجيب الحليب بنزله بسخنه بروبه، وتاني يوم بتجي في ناس بتجي بتاخذ من عندي اللبن، في ناس بتطلب مني ما عندها القدرة انها توصل لعندي، فبتحكي معي انا هيك بحب اني اخدمني، يعني باخذ اللبن بودي لي اياه، حدا مريض حدا كبير بالعمر بوصل لي اياه على الميتور، وهي مهنة كتير حلوة وممتعة. هذه الدراجة التي كانت حكرا على الرجل يوما، اليوم أصبحت هي الوسيلة للسيدة السراب في عملها وتنقلاتها لإيصال منتجاتها وأعمالها لكل زبائنها، ولتمكنها من حرية التنقل ويسهل حركة عملها. تعلمنا على الدراجة النارية من نحن وصغار، منحب نركب على الدراجة النارية ولقيناها كتير هيك حلوة، وهي فادتني بهالمجال هذا كتير، يعني يمكن أكتر شيء أنا ما فيني استغنى عنها، لأنها هي دائما الأولوية بالدراجة، لأنه ما فيني أنقل الحليب، ما فيني نزل اللبن، ما فيني أخذ التوصيلات إذا حد يوصلني على شيء، فهي بالنسبة إلي كتير موضوع فعال لإلي بالنسبة إلي. وبتل الدركة معتيني يعني بده هيك المشروع، بده هيك دراجة. مشاريع ناجحة وسيدات متميزات تمكن من تحدي كل الظروف المعيشية الصعبة لإطلاق مهاراتهم، وأعمال تمكنهم ماديا وتساعدهم دخول سوق العمل. محي الدين فهد للأخبارية السورية ريف حما. نور بعد ما طبعا شفنا هاي القصة من القصص الكتير والحكايات الكتير للسيدات السوريات، خلينا نروح ونرجع ونقلب بالذاكرة نتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل هاليوم. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنم التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح، واليوم ب 22 أيلول خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1949 الاتحاد السوفيتي بفجر قنبلته الذرية الأولى، وبعام 1968 انتهاء أعمال نقل معبد أبو سمبل، وبعام 2016 بداية تشكل إعصار ماثيو. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان لها بصمة مميزة، ففي عام 1791 مايكل فارادي عالم فيزياء إنجليزي
وأيضا شهدها اليوم على وفاة عدد من الشخصيات. ففي عام 1956 فريدريك سودي عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1921. يمكن مع تقلب الطقس وملامح بداية فصل الخريف كتير منا يمكن هيك بتلاقي شوي مزاجه يعني مش كتير منيح، بتلاقي الناس هيك مزاجها متقلبة شوي. شوكولا إلى آثار كتير إيجابية وبتعطي نوع من السعادة، خلونا نتعرف عليها بالمعرض التالي. للشوكولا مذاق لذيذ يعشقه الجميع، على الرغم من المخاوف الكثيرين من زيادة الوزن، إلا أن للشوكولا المستخرج من بذور شجرة الكاكاو فوائد مذهلة. فقد ربط فريق بحثي بين الشوكولا وحالات السعادة والاستقرار الذهني وصفائه، وكشف الفريق بأن تناول الشوكولا الداكنة بتركيز عال من الكاكاو يمكن أن تعدل مستويات الإجهاد والمزاج وحتى الذاكرة أيضاً، إضافة إلى العديد من الفوائد أهمها يخفض مستوى الكوليسترول في الدم. فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الشوكولا يحتوي على سيترول النبات والفلافانول الكاكاو الذي ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، وتشير النتائج إلى أن الاستهلاك المنتظم لقطع الشوكولا قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول وتحسين ضغط الدم، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث أشارت الأبحاث التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن استهلاك الشوكولا يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث. فعندما تتجمع الصفائح الدموية تؤدي إلى التجلط والتي بدورها قد تسبب الأزمات القلبية، فتناول الشوكولا يعمل على الحد من هذه المشكلة، تمنع السكتة الدماغية. فقد أكدت دراسة كندية أن من يتناول الشوكولا أكثر من غيره يحد من تعرضه للسكتات الدماغية. فمكون الريسفيرترول وهو مركب مهم في الشوكولا مفيد للدماغ والجهاز العصبي وأيضاً يطيل العمر. ويشير العلماء في كلية هارفارد الطبية إلى أن شرب كوبين من الشوكولا الساخنة يومياً قد يساعد على إبقاء الدماغ بصحة جيدة ومنع تراجع الذاكرة لدى كبار السن. وقال الباحثون إن الشوكولا الساخنة يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الدم بمناطق العمل في الدماغ. أما هلا وصلنا لأولى محطاتنا، كان عم نتفرج على الشوكولا وعم نحكي هيك عن تحسين الطاقة، تعديل المزاج، ومعنا ضيفتنا عم بتراقب تحت الهواء عم تسمع التقرير، مشان هلا اذا في شيء ملاحظات اعطينا اياها. ناكل شوكولا على اكل الشوكولا وقد ايه لازم ناكل. بالعموم الصحه اكيد بتتاثر بالطقوس، واكيد كمان الغذاء بياثر بهذا الفصل. يمكن الاشخاص بتزيد الحركه او بتخف، فكله بيتاثر بالغذاء اللي بناخده. رح نحكي اليوم اكثر عن تقلبات الطقس وتاثيرها على صحه جسم الانسان اكيد، ورح نحكي اهميه يمكن الغذاء اللي بيمنحنا طاقه، بعض الماكولات اللي بتمنحنا طاقه وبتعد مزاجنا. رح نحكي عن هيدا الشيء مع الدكتورة نور مانسترلي، اختصاصية في الصحة العلاجية. سعد صباحك. بونجور، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. هيك وبعيدا عن الاكتئاب الخريفي اللي بلشنا نحكي عنه، خلينا نقول يعني قد ايه بيأثر الطقس وبالعموم حتى نظامنا الغذائي، فائتنا قومتنا، كل هذا بيأثر على جسم الانسان بهي الفترة. هلا من اول شيء نعرف شو هو الاكتئاب الخريفي. في عالم اكيد سمعنا فيه وفي عالم اكيد ما بتعرفوا. هلا فعليا علم النفس ما بيآمن بشيء اسمه اكتئاب خريفي ابدا، بس بيآمن كعلم نفس انه في عوامل طقسيه او عوامل جويه ممكن تاثر على يعني هيك شوي على الصحه النفسيه، لا اكثر ولا اقل. بس فعليا او من التجارب من محيط الناس اللي عم تصير مع اللي حوالينا او الاشياء اللي عم تصير معنا، وين ما رحتي عم تسمعي كل الوقت تعبانين، ما عم نشبع نوم، جوعانين، ما عم نحس بشعور الشبع، جسمنا مكسر 100%. هي حاله عامه وانا اقولهم الصراحه. هيدا شيء اسمه الساد. ساد يعني هو سيزونال افكتيف سيندروم، يعني التقلبات الفصليه، مو بس هي
تكتفي بفصل الخريف، وإنما هي بكل الفصول ممكن تصير. أكثر شيء ممكن يأثر علينا لما نحن بننتقل من درجات الحرارة العالية لدرجات الحرارة المنخفضة، هون بتأثر على نفسيتنا. أما شوفي العكس، نحن طالعين من الشتاء للربيع ومن الربيع للصيف، بالعكس الطاقة عنا بترتفع، بصير عنا نشاط أكثر، لأنه العامل الأساسي هو الشمس. لما بيكون عندنا ضوء كتير فهذا لا شعوريا بيعكس على جسمنا. شمس كتير يعني فيتامين دي، يعني نشاط وطاقة وحيوية. لما بنقول صيف يعني ما في فئة بكير، الأمهات ما بتفيق أولادها على المدارس فبتشبع نوم، العالم المغتربين ممكن يرجعوا على البلد، في نشاطات وأكتيفيتيز ممكن يعملوها أكتر، فبيمرق الوقت بلا ما يحسوا بهالخمول هذا. بفصل الشتاء الخريف كيف بتتساقط أوراق الشجر؟ ببلش جسمنا يتساقط. أول شيء ببلش ببشرتنا، تعرفي أول شيء البشرة بتصير بتجدد حالها كل 28 يوم، بس بفصل الشتاء اللي كان آخذ تان وآخذ لون بفصل الصيف بصير بيقشر. هي أول معالم الانتقال لفصل الخريف. الشغلة الثانية ببلش تجفاف الجسم، كنا نشرب كتير، مع تغيرات الطقس بصير الطقس أبرد، ما عاد بصير جسمنا بيطلب مي أكتر، كمان ببلش النشاف على وشنا يبين وعلى جسمنا. غير المؤثرات الثانية اللي هي قلة النوم، لأنه بيقصر النهار، الضوء الشمس هو قلت لك العامل الأساسي. هلا شلون نحن أو هي يعني فينا نختصر الاكتئاب الخريفي بجملة، هي حالة اضطرابية عاطفية ممكن تحصل مع التغير الفصلي. نقطع من أول السطر. من أول السطر. نبلش بقسم ثاني. هلا نحن بجسم الإنسان في هرمون، في هرمونات وبروتينات. في هرمون أو هو بروتين الدماغ بيفرزه، هو خاص، هو اللي بيساعد على إفراز هرمون السعادة اللي هو إفراز هرمون السيروتونين والميلاتونين، هن اللي بيرفعوا المود وبيرفعوا الطاقة وبيرفعوا المزاج. هذا البروتين اسمه برين درايف نيوروتروبيك فاكتور. أوكي، هذا الهرمون أو هذا البروتين فيني نسميه، كل ما ارتفع كل ما زادت حالة السعادة والسيروتونين. شو العوامل اللي ممكن إنه نحنا نرفع هذا البروتين بجسمنا أو بدماغنا؟ عنا أربع أشياء ممكن بدنا نتبعها وأربع أشياء لازم نبتعد عنها. هنبلش بالأشياء الإيجابية. أهم شغلة لازم نبتعد عن، لازم نبلش نهارنا بعقلية جديدة. كيف يعني؟ أنا مثلا من الأشخاص يلي ما بيرفع مزاجه غير إذا أكل شوكولا، مثل ما كان طالع مع التقرير. استغربت أنا، كنت عم اشترك معك، كنت عم تابع التقرير وعم شوف لآخر التقرير شو حينحكى. الشوكولا صح هي بتعطيكي شعور بالسعادة، والكاكاو هو بيأثر بيرفع هرمون السعادة السيروتونين، وإنما المشكلة بكمية السكر المضافة بالشوكولا. كل ما ارتفعت كمية السكريات المضافة بأي نوع من الحلويات فبتعمل شوك للجسم، بتعمل صدمة، بيرفع لنا نسبة الأنسولين بشكل مفاجئ، بيرتفع عنا هرمون السعادة وفجأة بينزل، مثل ما ارتفع بسرعة بينزل بسرعة. فنحن قد ما بيكون ارتفع مزاجنا فجأة بينصدم، بنرجع بنكتئب أكثر من قبل. والحلو بجر حلو، يعني إذا أكلتي لوح بدك تأخذي اللوح الثاني والثالث. في ناس بيوصلوا بالنهار ليأكلوا أكثر من 6 لواح شوكولا لهي الدرجة. فنحن بدنا نحط هدف، أهم شيء الهدف. لما نحن بنحط هدف إنه وما يعني نبلش إنه نحن 6 لواح مثلا باليوم بدهم يصيروا 6 لواح بالأسبوع، فشلنا أول مرة مو يعني نفقد الأمل، بالعكس نبلش مرة تانية. وأهم شيء إذا نحن حسينا حالنا فاشلين ما عم نقدر نطبق هاي، ما نيجي ناكل 6 تانيات، مو هيك لا، ونستعين بخبرات ناس اختصاصيين، إن كان علم نفس ولا إن كان بعلم التغذية، لأنه حتى علم النفس بيساعد بالاكتئاب، هي نوع من أنواع الاكتئاب بالنهاية. فأول شيء نحن ما بنلجأ للسكريات بشكل مفاجئ، بنستبدل السكريات أو سكر اللي موجود أو المضاف بسكريات طبيعية من الفواكه المجففة والفواكه العادية. طيب قدي لازم أكل شوكولا باليوم لحتى ما أكون خرجت عن الحد الطبيعي؟ هلأ شوفي يعني هي قطعة صغيرة كافية لحتى أنا أني أعمل، يعني لا أكيد مو لوح ولا قطعة، قطعة يعني بحجم الإبهام.
كل واحد بقى حسب حجم افهامه. اوكي اطلب الطبيعي يعني. شوفي نحن فينا نعمل شوكولا صحيه، بس نحن المشكله بالزبده، فيها دهون كثير عاليه. ما عندي مشكله انا بالكاكاو، عندي مشكله بالزبده وبالسكر، عرفتي؟ فنحن فينا نستعين عنا بمشاريب ساخنه اللي هي مشروب الكاكاو. لو عم تسمعي شو عم يحكوا بس ليه على هي اللي قلتيها قطعه. طب اللي ابهامه كبير، شو يعمل؟ اهم شغله انه نحن بدنا نفوت على جسمنا لحتى نتخلص من الاكتئاب زيوت جيده، اللي هي مثل اول شيء الاوميجا 3. الاوميجا 3 وين موجوده؟ موجوده بزيت الكانولا، موجوده ببذور الكتان وخصوصا المطحونه. ما فينا نحن نتناول بذر الكتان المطحون لساعات كثير، لازم نطحنه ونتناوله، ممكن نضيفه لللبن، للسلطه، كبهارات. فنحن لازم نطحنه ونتناوله بشكل مباشر، هيك بنحصل على اوميجا 3. وبنحصل على اوميجا 3 كمان من الاسماك والدواجن. هدول الاشياء اللي لازم نحن نحاول قدر الامكان نفوتها على نظامنا الغذائي، بالاضافه للالياف، لانه الالياف كثرتها بالجسم بتسهل عمليه امتصاص الدهون خارج الجسم. فهي الاشياء اللي لازم نحن نتناولها او نكثر منها لحتى نتجنب الاكتئاب. الاشياء اللي لازم نبتعد عنها بشكل كامل هي القهوه والشاي وكل شيء فيه كافيين، لانه كثره الكافيين بالجسم اكثر من 3 فناجين قهوه، فناجين مو ماجات، اكثر من 3 فناجين قهوه بالنهار ممكن تعرضنا للستريس بالايام الطبيعيه، فكيف بفصل الخريف؟ لازم نبتعد مثل ما قلنا على الكافيين، لازم نبتعد عن السكر الابيض او السكر المضاف، ولازم نخفف الملح. الملح كمان بيلعب دور كثير كبير بحالات الاكتئاب، مثل السكر هو شر الابيضين، سكر وملح. فكمان الملح بيخلينا نتناول كمان كميه اكثر من الاكل. كمان في ناس بتلجا ل ما بعرف اذا فينا نحكي بهذا الموضوع كمان، انه في عالم بتلجا بحالات الاكتئاب للمشروبات الكحوليه، كمان هي بتعمل دور كثير عكسي، في عالم تهرب من الواقع بمشروبات الكحوليه. نحن هذا الشيء طبعا كثير مدمر لصحه القلب والكبد والحاله المزاجيه، بيفكروا حالهم طلعوا من هذا المزاج، وانما هو كمان بيعمل شوك مثل السكر، بيطلع فجاه بينزل المود، فكمان بيعمل حالات عكسيه، فكمان هدول لازم نحن نبتعد عنهم. الاشياء الاساسيه الصحيه كل ما نحن تناولناها اكثر بيرتفع مزاجنا وهرمون السعاده، والاشياء اللي نحن نعرفها اصلا انه هي مضره بصحه الانسان هي بتزيد من حالات اساسا الاكتئاب. النظام الغذائي بيلعب دور، يعني قديش بيلعب دور النظام الغذائي اليومي بتعديل المزاج، او قديش بيلعب بالتاثير على المزاج. بس دائما نحن نربط يعني التبدل الفصلي بدايه الخريف والشتاء مع يعني الشهيه، انه بتلاقيها في كلياتنا شهيتنا انفتحت، كلياتنا بتلاقينا فعليا عم ناكل زياده، حتى يمكن ما بننتبه لهي التفاصيل مثل قبل. قبل بتلاقينا لا الغداء والفطور، اما بالشتاء بتلاقي كل شوي بشكل عشوائي، انت فاتحه البراد انت كل شوي بدك تاكلي، وبالليل يعني هي الحاله بتكتر ليلا. واشرتي لهي النقطه سريعا، النظام الغذائي بيلعب دور كثير كبير بتعديل المزاج. في كثير من الاكلات بنقول انه هي اساسا بتساعد على الاكتئاب بتزيده، وفي كثير من الاكلات بتقلك لا هي نوعا ما بتعدل المزاج، يعني بتخلي مزاجك نوعا ما معدل، مثل ما عم نحكي على الشوكولا، مع انه هي فيها اثار سلبيه وايجابيه. بس انت قولي شوكولا قدام الناس بتضحك قبل ما تاكل، يعني انا اول لا هي نور انا اول يعني انا اول مثلا لكي ادمان السكر هو ابشع انواع الادمان، لانه ما بتخلصي، يعني اكلتي قطعه جسمك بصير بيطلب قطعه ثانيه، بدك قطعه ثالثه. هذا ادمان السكر انا بعتبره من اهم او اقوى وابشع انواع الادمانات، لانه الطلعه منه الانسحاب منه كثير صعب. لهيك ما بصير نعمل انسحاب مفاجئ للسكر من الجسم، بدنا نسحبه بشكل تدريجي، مثل ما قلنا مثلا 6 لواح بصيروا 4، بصيروا 2، بصيروا 1، شوي شوي بنخفف هالكميه، لانه السكر اللي نحن بنحصل عليه من الفواكه هو سكر بسيط، هو سكر ممكن بيسحب الدهون مثل ما قلنا، وبيسهل عمليه طرح الدهون خارج الجسم بطريقه سلسه من الجسم بدون ما تعملنا اي ازعاجات. وانما السكر المضاف او فينا يعني هو نوع من السيرومات، السيروم الذره اللي موجود يعني موجود بكل نوع سكر او كل نوع من الحلويات، موجود شيء اسمه الكورن سيروب.
كورن فركتوز سيروب اللي هو من اخطر انواع السكريات اللي هي صعب انها تطلع من الجسم وبتتراكم بمنطقه اسفل البطن. فاكثر الناس اللي بتشوف في عندهم تراكمات باسفل البطن كدهون فهي غالبيه او بالورك هو سكريات. سكريات هي مو بس بتقتصر على السكر الابيض، هي معجنات، هي نشويات معقده مثل البطاطا، مثل الرز، مثل في هلا شوفان مثلا صح نشويات بس فيها الياف كثير، فالجسم بيطرحه خارج الجسم خارج الجسم، يعني بيطرح الدهون خارج الجسم بسهوله. اما الرز ممكن يعلق بالجسم، معكرونه بطاطا بيعلقوا بالجسم كثير صعب، او معجنات رز مثلا فينا نعمل الخبز من الرز بدل من الطحين الابيض، فينا نعمل خبز من الشوفان بدل من الطحين الابيض، عرفتي؟ في بدائل دائما نحن بنقدر نستعين فيها مشان ما نفوت بهذا المود. مثل ما قلت لك سكريات جدا سيئه وخصوصا بمرحله الانتقالات الفصليه. طيب كمان نحن حكينا عن يعني خليني اقول ابرز الاكلات او الماكولات اللي انا ممكن اكلها تعطيني طاقه، او عن شو لازم بعد. خليني نحكي كمان عن يعني اللايف ستايل مثل ما بيقولوا. يعني في ناس بتبلش الشتويه بتخف الطلعه بكير، اذا في ناس بتمشي رياضه او لا، بتصير الكنكنه ما في وقت، ما له حل يقوم من التخت، هي تفاصيل كلياتها. خلينا نحكي كيف انا شوي شوي فيني كمان حافظ على نظامي الحياتي بحيث ما فجاه كله يروح الدنيا كله يروح. سلمى شوف في دراسه اثبتت انه بهيك حالات بالانتقالات الفصليه اكثر نوعين من الانظمه الغذائيه اللي هن متعارف عليهم واثبتوا كثير فعاليه بهي الفتره هو الداش، هو دايت الداش. شو يعني داش دايت؟ هو اللي بيستخدموه الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض قلبية وأمراض بارتفاع ضغط. يعني أول شغلة نحنا بدنا نخفف الملح. خففنا الملح الأمور بتصير كتير أسلس، خففنا السكر بتصير أسلس، خففنا أي شيء من المعلبات، مخللات، كل شيء فيه ملح زايد، أو مثلاً اللحوم اللحوم المصنعة أو اللحوم الباردة كمان لازم نخفف منها لأنها بتحتوي على مواد حافظة وبتحتوي على أملاح كتير عالية. هذا نوع من الأنظمة. الأنظمة الثانية هو الميديتيريان دايت اللي هو متعارف عليه بالشرق الأوسط. ليش؟ لأنه نوع الأكل اللي متوفر فيه متوفر هو بس 100% هو بقوليات، هو فريكة. الفريكة كتير بتعدل المزاج، فيها ألياف كتير عالية، ومثل ما قلنا ما بيحبها بشو بيستبدلها؟ البرغل. البرغل أوكي. صح انه فيه الياف اقل بس وفيه نشويات اكثر، بس هو تقريبا بيعادل الفريكه يعني بيشبهها بالكالوري. بدنا ناخذ بقوليات اكثر مثل ما قلنا، الياف، كل شيء ورقيات. ورقيات يعني كل شيء لون اخضر غامق، والاخضر كل شيء لما بيصير فاتح على اصفر نحن راحت فائدته، مثل اوراق الشجر كيف لما بتصير صفرة بعدين بتهر، نفس الشيء اي شيء لون اخضر غامق داكن نحن بنستفيد منه. اللي خصوصا نحن بدنا نحصل على معدن اللي اسمه السيلينيوم. السيلينيوم وين موجود؟ مثل ما قلنا موجود بالورقيات الخضراء، موجود بالالياف يعني اللي بالفواكه، الالياف بنقول يعني فواكه وخضار. وين موجود كمان؟ موجود ببذور الكتان. فكمان السيلينيوم بيرفع لنا السيروتونين اللي موجود بالجسم، بيحاول يرفع لنا التريبتوفان كمان. لا عم تضحكين جوعتينا الصبح نحن جوعانين اصلا يعني الصبح ايه. وكمان عنا غير السيلينيوم نحن عنا الشوفان مثل ما قلنا والشعير. كمان هدول النوعين من النشويات كثير بيعدلوا الحاله المزاجيه. يعني نكون صادقين، ما في شيء بخليك عندك سعاده مطلقه طبعا. صحيح اكيد ما. الاكل هو يعني هو جزء من هيدا الشيء اكيد. الناس بتقرب للاكل يعني جزء من هي، بس ناس نوعا ما بتلاقي بتفشخل شوي بالاكل خصوصا بالوضع الحالي. يعني بتحسي الشيء الوحيد اللي عم نقدر نعمله انه نفش خلقنا بالاكل. صحيح. اي مشروع قوم ناكل، قوم نروح على هيدا الكافيه، قوم نروح على هيدا المطعم، قوم نجرب، والله نزلوا على الانترنت هاي الوصفه بدنا نجربها بالبيت. صحيح. ما عندنا شيء، يعني مشاريعنا كلها بتتمحور على الاكل صراحه. طيب شو بدنا نسوي؟ بس نحن بدنا ننتبه انه المنتال هيلث او الحاله العقليه والمزاجيه هي قبل كل شيء. اذا نحن هون
مو فاضي، فنحن مستحيل نقدر نوصل للسعادة. وقد ما أكلنا شوكولا وقد ما أكلنا حلويات مستحيل ترفع لنا من الحالة المزاجية. نحن أهم شغلة بدنا نصنف، لأنه للاكتئاب عدة عوامل، ممكن تكون بيولوجية، ممكن تكون نفسية، ممكن تكون بيئية، ممكن تكون محيطية. عرفتي؟ فنحن بدنا نعرف نحن بأنو اكتئاب منهم. هل نحن لأنه بهذا الشهر صار عندي مثلا حدث سيء بحياتي لهيك انا كل سنه بهذا الشهر؟ هلا ما بدك تعتبري العموم اكتئاب الظرفي، اذا بدنا نقول الظروف القاسيه اللي هي ماره على الكل، لانه خلص وقتنا. فبتلاقي الناس اغلبها نوعا ما لانه في ضغوطات اجتماعيه واقتصاديه ومعيشيه كثير كبيره، ففينا نقول هذا النوع الخامس الاكتئاب الظرفي حسب الظروف. اول شيء بدنا نحدد اول شيء شو نوع الاكتئاب اللي عندنا، نحاول نكون اصلا نحن عم نحاول نفرغ هي الطاقه السلبيه برياضه، عم نفرغها بطريقه يعني بطريقه صحيه، ما نفرغها بادويه. اهم شغله نبتعد عن ادويه الاكتئاب، نبتعد عن الكافيين، نبتعد عن المشروبات الكحوليه، نبتعد عن السكر والملح. بعدنا عنهم صدقا حتشوفي حتى الحاله النفسيه والمزاجيه بالخريف او بغير خريف حتكون كثير منيحه. أكيد سعيدين كنا بوجودك دكتورة نور مانسترلي، وعلى كل دائما النصائح بما يخص الغذاء وقديش فينا نعتني نوعا ما لو هيك ظروفنا شوي صعبة، بس بعض النصائح ممكن نستفيد منها وخطوة خطوة بنبلش على الطريق الصح. شكرا كثير لك، تبقوا بألف خير وسعادة إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتورة. أما هلا صار الوقت لحتى نروح لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية مع زميل شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. شارك الدكتور فيصل مقداد وزير الخارجية والمغتربين في اجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدان الوزير المقداد دعم الدول الغربية للإرهاب وفرضها لإجراءات قسرية غير شرعية على سوريا وعلى بعض دول حركة عدم الانحياز، مؤكدا حق سوريا في استعادة الجولان السوري المحتل كاملا، ومشددا على ضرورة إنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية. وأجدد المقداد موقف سوريا الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. أصدرت اللجان الفرعية في محافظات حلب والسويداء ودرعا وطرطوس وإدلب نتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية فيها. وذكر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد أن اللجان الفرعية في السويداء ودرعا وطرطوس وإدلب أعلنت نتائج الانتخابات، موضحا أن نتائج الانتخابات في ريف دمشق سيكون إعلانها لاحقا، حيث يتم إعادة للانتخابات في 10 مراكز، 6 منها في منطقة الهيجانة وأربعة في بلدة الإتواني، وذلك بسبب وجود بعض المخالفات القانونية في تلك المراكز. يأتي ذلك في وقت أعلنت اللجنة القضائية الفرعية في حلب النتائج المتعلقة بمجلسي المحافظة والمدينة، وستعلن نتائج مجالسي البلديات والبلدات لاحقا. أكدت سوريا أن استهداف نحو 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات قسرية أحادية الجانب دون تفويض من مجلس الأمن يسهم في تقويض الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية متعددة الأطراف، مشددا على عدم وجود أساس أخلاقي أو قانوني يبرر لأي دولة اللجوء إلى فرض هذه الإجراءات على دول أخرى. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمة الدولية في جنيف حسام الدين آلة أشار
في بيان مشترك أدلى به في إطار الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتطول الأوضاع المعيشية في البلدان المستهدفة وتنتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان فيها، ولذلك يتعين رفعها فورا دون قيد أو شرط. وأكد آلا أن الادعاءات التي تسوقها الدول الغربية حول وجود إعفاءات إنسانية من الإجراءات العقابية لا هدف لها سوى إخفاء الأثر الكارثي لإجراءاتها القسرية غير الأخلاقية التي ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. وفي خبرنا الأخير، أصيب 6 يمنيين بانفجار ألغام من مخلفات قوى العدوان السعودي في الحديدة، حيث أصيب مدني يمني وأطفاله الثلاثة جراء انفجار جسم غريب من مخلفات العدوان السعودي في منزلهم بقرية الشجن التابعة لمديرية الدرهمي بالحديدة، كما أصيب مواطن يمني في منطقة الناصر التابعة لمديرية التحاتية جنوب الحديدة جراء انفجار لغم فيها من مخلفات قوى العدوان أيضا. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، وأكيد مشاهدينا مستمرين بمحطاتنا. أكيد سلمى، بننتقل من عالم السياسة لعالم الطفل والطفولة. كثير من الأمهات سلمى بيشتكوا بالمراحل التعليمية الأولى من طفلهم أنه هو قليل الانتباه، ما كثير بيركز، بيحاول يلتهي أثناء مثلا تلقي المعلومة أو هي عم تدرسه. صحيح نور، وما بين طبعا أساليب التعليم الحديثة اللي بتعتمد أيضا على التحفيز وعلى التفاعل وعلى اللعب مع الأطفال، وما بين هي الحالة اللي ممكن تكون صعبة شوي، أنا كيف بدي لعبه وبنفس صحيح. الوقت خليه نشيط، بس نفس الوقت بدي حافظ على أنه يركز وما يتشتت انتباهه. هاي المعضلة اللي بتسأل عنها الأم وغيرها طبعا من الأهل، رح نجاوب على هاي الأسئلة وغيرها من التفاصيل مع ضيفتنا لليوم طبعا الأستاذة ولاء حسن، اختصاص بعلاج النطق وتقويم الكلام عند الأطفال. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. النور. صباح الخير. صباح الخير. بالبداية يمكن كنا نقول الطفل اللي عنده فرط نشاط نوعا ما، حرك كتير، مشاغب، ممكن يكون عنده مثلا قلة تركيز أو قلة انتباه، بس في كتير من الأطفال بتلاقيهم هادين شوي، قليلين الحركة مقارنة بالأطفال الآخرين، لكن عندهم قلة تركيز، قلة انتباه. وبتكتشف الأم هي بالمراحل التعليمية الأولى أنه مثلاً ابنها عم يعذبه كتير، عم يأخذ منه مجهود كتير وضغط كتير خلال فترة تعليمه. خلينا نحكي شو هي الأعراض من البداية لكل الأمهات اللي عم يتابعونا لتنبه، يعني في من البداية بيكون في مبررات أنه لأنه هو ما بيحب الدرس، لأنه كذا، لأنه لساته جديد. لا، في بعض يمكن الأعراض اللي هي ممكن أنا أقلها للأم انه ممكن تنتبهي من البداية انه في قلة تركيز او انتباه، لانه بنعرف انه المعالجة من البداية بتكون طبعا تسهل المرحلة وتسهل الظرف على الأم. طبعا هلا بالنسبة للموضوع اليوم نحن عم نتطرق له بخصوصي، هلا الأهالي اكيد هن بهي الفترة بما انه بلشت المدرسة فهن بلشوا يدوروا على هذا الموضوع، بيكونوا عندهم هي الملاحظة خلال فترة معينة بالصيف او غيره، بنجي بقى لمرحلة المدرسة بتصير الشكوى لهذا الموضوع، وهلا بنصير نشوف الأهالي اكثر عم تحكي عن موضوع فرط الحركة واضطراب يعني فرط النشاط بالإضافة لنقص الانتباه. لازم نحن بالبداية ننوه عن شغلتين، الأولى أنه نحن لما بنحكي عن طفل عنده مشاكل اللي عم نشوفها مثل تشتت الانتباه أو فرط الحركة، نحن فينا نقول أنه هن تشخيصين ممكن يكونوا مستقلين عن بعض. يعني عندنا أطفال بنشوفه عنده حركة زايدة تمام ما عنده نقص انتباه، وعندنا أطفال بنشوف عنده نقص بالانتباه وما عنده فرط حركة، أو بيكونوا الاثنين مع بعض. فبالتشخيص نحن بنشوف هذا الطفل هو فرط حركة ولا نقص انتباه ولا الاثنين مع بعض. تمام، عشان يكون سهل علينا نحن نجمع الأعراض وعلى هذا الأساس نقدم له لهذا الطفل العلاج. هلا بالبدايه لما بنحكي نحن عن هدول التشخيصات، نحن بنقول امتى بتبين عند هدول الاطفال؟ بصراحه هي لازم اول شيء تكون موجوده باكثر من مكان، مو بمكان واحد، يعني مو بس بالمدرسه، لازم يكون كمان بالبيت عنده نفس الاعراض. يعني هي الاعراض بتظهر باكثر من مكان وباكثر من وقت، ما نقول انه هذا الطفل مثلا بالبيت هو حرك بس مثلا برا ممكن يكون ملتزم، او بالمدرسه هو بس حرك بس بالبيت ملتزم، نحن لازم نجمع الاعراض ونعرف انه رايي
طبعا بده يكون الاهل والمدرسه والمحيط اللي عم يكون عم يدور حوالين هذا الطفل عنده نفس التقييم لهذا الطفل او نفس الراي او نفس التشخيص، لحتى نقول انه هو ممكن يكون عم يعاني من اضطراب فرط الحركه او نقص الانتباه او الاثنين مع بعض. تمام، هلا عم تكتر هي اكثر بتظهر الاعراض خلال مرحله الطفوله المبكره، ونحن ما عم نحسن نقيسها الا لنشوف الطفل فات بمرحله الدراسه يلي هو بده يبلش يتعامل مع المعلومات الاكاديميه، فهو بنشوف انه الطفل بلش يصير عنده تململ بيتهرب من هذا الموضوع، بنشوف التحصيل الدراسي هي اول علامه عند الاطفال انه التحصيل الدراسي متدني عن قرانهم. فبتقول الام انه انا يعني انه انا عم درس وعم بعمل بس هو ما بيركز معي، ابني كل الوقت بده يخلص. فنحن بنقول لما يكون الطفل مشخص بنقص الانتباه بنقول انه هو بيركز ما بيعطينا تركيز كامل، فبيعطينا جزء من التركيز. واحيانا حتى بنقول انه نحن بتختلف من طفل لطفل، يعني في اطفال مثلا بيكون عندهم نقص الانتباه وفرط الحركه متوسط، في منهم شديد، في منهم اقل نوعا ما، بس بالاخير نحن عم نشوف انه الاتمام للمهام ما انا موجوده. من الاعراض اللي بنشوف انه بتجينا شكوى من المدرسه انه انا ابني مثلا الطالب بالصف عم يطلع اكثر من مره من المقعد، هذا دليل انه في عندنا فرط حركه، بالاضافه انه هو ما بيلتزم لا بالدور ولا بالانضباط ولا باي شيء من قواعد الصف، اندفاعي حتى اثناء عمليه الكلام، اندفاعي حتى وقت هو بده يحكي، فالان ستسال السؤال هو ما بيحاول يكمل للاخير ليسمع شو المطلوب، فهو بدغري بيندفع بالاجابه، كثير الاسئله وكثير الكلام حتى لو خارج الموضوع. بنشوف كمان عندهم الشكوى الامهات انه بتقول انه هو بحطه مثلا ليبلش يكتب معي وظيفته، فهو ما بينتبه لكل الاجراء، ممكن يعطي المهمه اللي بده اياها بس ما بيكملها، او بنشوف انه مده القعده كثير قصيره. فنحن بنقول كل شيء مهام عقليه هو بيحاول يتجنبها، كل شيء مهام صعبه بيحاول يتجنبها. فبالإضافة إنه مثلاً بنشوف عنده كتر النسيان، يعني حتى بطريقة مبالغ فيها، يعني بينسى كتير، بينسى حتى أغراضه على الصعيد مبدأ الأغراض الشخصية له، هو دائماً مهمل بيزتهم للأغراض. فبنشوف إنه الأم تجمع عنده أكتر من عادة، كتير بيحرك، كتير بينسى أغراضه، ما عم يحاول يدرس، عم يتجنب هي الدراسة، بيحكي كتير. يعني نحن كتير بنقول إنه في مجموعة من الأعراض بنشوفها، بس هي الأعراض لازم تطلع بشكل دائم وبأكتر من مكان لحتى نحسن نشخصها نحن. نعم. طيب استاذه ولا خليني اسالك اليوم عن السبب نفسه، يعني طبعا. انا بقول ممكن يكون بالعيله في طفل عنده تشتت طبعا. انتباه او فرط انتباه، واطفال الباقي اللي بالعيله كلياتها ما عندهم هالمشكله، فالناس بتسال ليش هذا الطفل بالذات، شو الظروف اللي هي ممكن عم بتكون محيطه جو البيت، او هل في شيء جسدي له علاقه، شو السبب؟ بالنسبه لنا نحن اذا بنحكي عن الاسباب طبعا دائما نحن بالاضطرابات نوعا ما اسباب كثير ما انا محدده كثير، بس نحن بنقول بالنسبه لهذا الموضوع انه ممكن يكون العامل الجيني تمام، يلي هو ممكن نشوفه انه اذا كان في عندنا حاله من قبل الاهل من سواء من عائله الاب او الام ممكن تورث، يعني هي حاله موروثه بالنسبه لنا للاطفال، فمرجح جدا انه يطلع عندنا طفل هو بيعاني من فرط الحركه او نقص الانتباه او الاثنين مع بعض. كمان نحن بنقول انه في عندنا بموضوع انه نقص نمو الجهاز العصبي تمام، من هذا بنشوف الفرق بينه وبين طفل ثاني من عمره، نحن بنشوف انه هداك تحصيله اعلى وتركيزه اعلى، وهذا الطفل من نفس العمر بس تحصيله الدراسي اقل، علما انه اختبار الذكاء هو بيطلع انه طبيعي تمام، بس نحن بنقول هون ممكن تدهور عمل يعني تطور الذكاء عند الطفل اذا ضل عنده محافظ على هي موضوع انه التشتت ونقص الانتباه اللي موجود، فهذا بياثر على الاي كيو عند الطفل. فمشان هيك نحن لما بنعمل دائما لما بنعمل نحن اختبار اللي هو بيعتمد على اختبار فرط الحركة أو نقص الانتباه، نحن دائما نعمل معه اختبار الذكاء، فهذا ضروري لما نشوف الطفل أنه مستوى ذكائه منيح ولازم نحن نشتغل على هذا الموضوع، نتدخل مباشرة حتى ما يتأثروا مع بعض تمام. فنحن حتى بنقول كمان من الاسباب اليوم عم نشوف الاطفال يلي معرضين لانه يكون عندهم هاي الحركه، بنشوف الام نوع التغذيه اللي هي عم تقدم لهم اياها ما انا صحيحه، بيعتمدوا كثير على السكريات، بيعتمدوا كثير على الملونات، على المواد الغذائيه اللي هي ما بتفيدهم لهدول الاشخاص تمام، فعم تزيد لهم من النشاط اللي عندهم ومن عم تشتت من انتباههم اكثر. فليش نحن من بدايه العام الدراسي نقول للام خففي بالنسبه لابنك الشغلات اللي هو بياكلها ما انا مفيده، اعتمدي على الاغذيه اللي هي فيها معادن اللي هي تطور من هذا الطفل. يعني اليوم هذا الموضوع مرتبط كثير مع الغذاء، وفي دراسات كثير اثبتت انه نحن كل ما حسننا ونظمنا من عمليه غذاء الطفل وطالب المدرسه كل ما تحسن عنده الاداء العقلي عنده لهذا الشخص وزادت عنده موضوع الذاكره والانتباه وغيره. فكمان حتى في عندنا مشكله ثانيه ممكن نشوف انه ممكن البيئه هي اللي بنقول بيعيش فيها الطفل ممكن تكون من المسببات لهذا الموضوع.
أول شيء إنه هو بنتعرض كل الوقت لشيء ما بنقول منظم بالبيت، تمام، ما عنده يعني روتين بيستخدمه الطفل، متروك على راحته، عشوائي، بيتفرج كثير على التلفزيون، ما في شيء عنده مهام تكمل يعني مكتسب هذا الشيء صاير عنده، بالإضافة إنه استخدام الأم كل النهار أسلوب الصريخ والعياط لحتى يتوصل معه لنتيجة وهو ما يوصل لنتيجة. فشو عم يصير الولد؟ عم يصير إنه هو عنده صورة ذهنية لحاله كثير سيئة من خلال الأم، طريقة إنه كيف بتلومه كل الوقت، كيف بتأنبه إنه هو إنه ما عم ينجز المهام، فهي ما عم تساعد، هي مجرد عم تكون مسبب للقلق وعم ترسم له صورة ذهنية مو منيحة له، وبالإضافة إنه عم تخلق عنده توتر، والتوتر هو بيزيد من أعراض فرط الحركة واضطراب ونقص الانتباه. طيب خلينا نحكي عن العوامل اللي ممكن تزيد التركيز عنده، بعض التفاصيل يمكن ذكرتيها اللي هي كتير مهمة، البيئة المحيطة، قديش فيني ألعب أنا على بعض التفاصيل لحتى ألفت له نظره وخليه، لأنه هي بالأكيد منا كبسة زر يعني، أكيد لا. خطوات تدريجية ممكن تكون فيها الأم لحتى تقدر تلفت نظره، تلفت مثل ما قلتي أحياناً يمكن تصرف خاطئ للأم، الخناء، لأنه منشوف أحياناً يمكن الأم بتعبر بطريقة أو الأب، الخناء الصريخ ما بيعرفوا إنه هو الطفل عنده مشكلة، مفكرين إنه ممكن نخوفه شوي، ممكن ينتبه. خلينا نحكي عن العوامل اللي بتزيد التركيز عنده بتساعد، وقلتي يمكن نقطة كتير مهمة هو الانتظام بالوقت، يعني أكيد. نظام الحياة عنده إنه الأكل بيكون بوقت، التعليم أكيد. بوقت، النوم بوقت معين، صحيح. تمام، هون صرنا نحن عم نحكي عن العلاج، معناتها أنا لما شخصت المشكلة فأنا صرت بدي أدور على الحل. العلاج ببلش بأول شيء إنه الأم تفهم طبيعة ابنها. نحن اليوم لما بنحاول نتعامل مع الأهالي أول شغلة إنه نحن بنفهم الأهل إنه نحن طالما عندي خلص هذا الطفل مشخص عنده فرط حركة أو عنده نقص انتباه فهو خلص مشخص، فأنا صار بدي الحل. الحل ما بيجي إنه أنا بس للولد، الحل ببلش من الأهل، فنحن بيكون بخطتنا بنستهدف أول شيء الأهل، فالأم لازم والأب يعرفوا طبيعة شو يعني اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، شو أعراضه، شو مشاكله السلوكية، شو أنا لازم كيف احتوي هذا هاي الحالة. يعني اليوم الولد اللي بيكون عنده هاي المشكلة هو يعني بالمشكلة اللي فيها ما هو قادر ينجز مثل ما هن بدهن، فعم يزيدوا هن المشكلة لما ما يكون في عندهم وعي لهذا الموضوع. أنا لازم أقدر إنه أنا ابني عنده قدرة معينة بالإنجاز، يعني لما الأم تعطي للولد الوظيفة لازم تجزئ له هذا الموضوع، ما تقارنه بأخوه إنه أشوف أخوك أشطر منك خلص قبلك. أنا ما عاد معياري الوقت، ما عاد معياري، أنا معياري ابني اتمام للإنجاز اللي أنا بدي إياه. فهون لما الأم تفهم طبيعة تشخيص الولد، أعراض المشكلة، المعاناة اللي هو عم يعانيها، هي أول خطوة بلشت تساعد. فهون شو بلشت تتخلى عن أسلوب الصريخ، تتخلى عن أسلوب اللوم، تتخلى عن أسلوب إنه مقارنته مع رفقاته أو أخواته بالبيت، تبعد عن الكلمات يلي هي ممكن تزيد من مشكلة ما تساعد أبداً، وتبلش تحط خطة سلوكية بالبيت تتعامل معه. هلأ عادة بالعلاج إذا كنا تحت الخمس سنين تمام، فنحن نروح للعلاج السلوكي مع هذا الطفل، إنه نحن نحاول نعلمه تنظيم الوقت، نعطيه الوقت بده ينام بوقت معين بشكل يومي، نفسه الروتين ما بيتغير، المهام محددة بالنسبة له بشكل يومي كمان بنحاول ما تتغير، بنعلمه إنه مثلاً في ساعات معينة لتشوف تلفزيون، في ساعات معينة لتعمل هاي مهمة، بنحاول نروح للتدريبات اللي هي بالبيت بتعملها أنشطة بنسميها أنشطة التركيز والانتباه اللي بنشوفها اليوم بوسائل التعليم اللي عم بيشتغلوها الأهالي أو المعلمات. إذا كنا فوق الخمس سنين فنحن ممكن نشوف الأهالي عم تلجأ للموضوع الإكلينيكي الطبي اللي هو إنه يأخذ علاج دوائي. نحن ما بنقول هو الشفاء، هو بيساعد على موضوع إنه نحن نزيد الانتباه، خصوصاً إحنا صرنا بمرحلة الدراسة، فمنشوف إنه بيمشي معنا خط هو العلاج الدوائي مع خط التأهيل السلوكي، هاي نحن لفوق خمس سنين، وهذا يعني يعتبر العلاج أو مو العلاج، نحن بنقول الشيء المساعد، يعتبر غير محدد لحتى نخلص مرحلة دراسية، وأحياناً بيمتد لمرحلة الجامعة. صحيح. لأنه اليوم عم نشوف كبار عندهم هاي المشكلة، إنه بيقول لك أنا ما عندي هاي الحركة الزايدة، بس أنا عندي نقص انتباه، أنا ما فيني ركز. فحتى نحن اليوم بتعليمنا للأطفال اللي عندهم هيك حالة، نحن بنلجأ لأنه جذب انتباه هذا الطفل أو هذا الطالب. نحن كيف لحتى نركز؟ أول عملية هي الانتباه، فأنا بدي أجذب الانتباه، بجذبه عن طريق الحواس، مشان هيك نحن نلجأ لوسائل التعليمية لهدول الأطفال، لأنه هو حيلمس ويشوف ويسمع. فأنت شو عملتي؟ جذبتي عن طريق الحواس هي الانتباه لحتى هو يصير يخزن أكثر، يستوعب أكثر. فأنا ضروري بالنسبة إلي أني أنا أكون في طريقة معينة أتعامل فيها مع الطفل.
فبنرجع بنقول التأهيل بالنسبة للأهل هذا أول خطوة، التأهيل الثاني للطفل من خلال إني أنا المساعدات اللي بعملها، إني أنا جزئ له المهام، إني أنا نظم له وقته، إني أنا أعطيه حتى أنشطة فيها بتفريغ للطاقة. يعني حتى اليوم نحن كاختصاصيين نطق كتير، نحن اليوم بمجالنا كتربية خاصة بيجوا لعنا الأطفال يلي هنا فينا نقول لسا عندهم مشاكل تانية، وبيكون هذا عرض، مو بس إنه مو هو مشخص هيك، بيكون عرض لمشكلة هو عنده إنه هو من ذوي الإعاقة تمام، عنده اضطراب فبيكون عرض. فنحن بنلاقي في عنا هي المشكلة موجودة خلال جلساتنا، فبنحاول نلجأ أول شيء لأنشطة بدنية نسحب فيها طاقة هذا الطفل تمام، لنحسن نحن نعطيه المهام اللي نحن خلال الجلسة. أكيد يعني نصائح مهمة جدا قدمتي لنا إياها اليوم، نشكرك على وجودك معنا وكل المعلومات. شكرا لكم. شكرا لك وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها، شكرا كثير لك. كلكم زوم. أما هلأ سلمى بننتقل لجامعة دمشق، ممثلة برئيس الدكتور محمد أسامة الجبان والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، اتفاق حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السورية. التفاصيل خلونا نتابعها بالمادة التالية. جامعة دمشق العريقة وقعت الاتفاقية المميزة مع منظمة آمال في مجال البحث العلمي والنشر البحثي والتطوير والتدريب ونشر المعرفة في مجال الأبحاث العلمية المشتركة. جامعة دمشق لن تألو جهدا في تطوير وتأهيل والانطلاق بأنظمة البحث العلمي المختلفة في جامعة دمشق، مما يساهم في رفع تصنيف الجامعات وتعزيز تواجد الجامعة في خدمة المجتمع، ولن ندخر جهدا لمثل هذا التعاون والتنسيق. تعاون المنظمة مع جامعة دمشق عمره أكثر من 20 عام، وتم أكثر من 10 اتفاقيات لعدة اختصاصات لترميم الكوادر المؤهلة لعملية التأهيل في مجال الإعاقة. الحقيقة الدكتور أسامة كان متعاون جدا، وجامعة دمشق متعاونة، ونتمنى للبحث العلمي اللي هو أساس تطور أي بلد، ونحن في مرحلة إعادة أعمار وتطوير، وبالتالي نتمنى على هذا التعاون أن يثمر قريبا. ما هلأ نور رح روح لمساحة من الإبداع والشغف، وأكيد دايماً هذا الشيء بيرتبط بالفن، ويمكن الرسم أكثر المواهب اللي بنشوف فيها إبداع مختلف بيتحدى الحدود. ونفس الشيء اليوم موهبتنا رح نحكي عنها تحدوا حدود العمر، ولكن جمعتهم الأخوة وقدروا سوا ينموا الشغف اللي بيناتهم. معنا اليوم بالاستوديو رنيم عدنان اللوني، وهي سنة ثالثة اختصاص كيمياء، وسيلينا عدنان اللوني وهي طالبة بالصف السابع بالمرحلة الإعدادية، ومعنا أيضا الأستاذ زين العابدين أكرم الحاج اللي عم يشتغل على تعزيز هي الموهبة ورعايتها. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك يا نور. صباح الخير. يعني شفنا لوحات كتير لإلكم، وعم نحكي عن فترتين عمريات مختلفات سلمى، يعني هن الأخوات عندهم موهبة الرسم اللي جمعتهم. أستاذ خلينا نحكي، وأنت داعم وراعي لهي الموهبة، شو اللي جذبك لهي الموهبة أكثر؟ وخلينا نحكي عن هي العلاقة والموهبة اللي بيناتهم. تمام. هلا هي بالبداية كانت علاقة كان يمارسها معي والدي تمام، أنه يعلمني بطفولتي، فكانت علاقة كتير ناجحة أنه كان يعاملني معاملة ما هي أب وابنه، معاملة صديق بس فقط لا غير. وأنا حاولت أنه هلأ أقدم هاي العلاقة معاهم هن كرفقات أخوات هيك شيء، ما هي كمان علاقة الطالب والأستاذ تبعه. لأنه في شغلة أنا صراحة حاب نوه عليها، وهي شغلة كتير مهمة، أنه الطالب إذا ما حب الأستاذ ما راح يحب المهنة، ما راح يبدع بأي أبدع شيء أو يبدع فيها للمهنة. صحيح. فأنا الحمد لله وصلت لهذا الشيء. الحمد لله. خلينا نبلش مع الصبايا، تعرفونا بنفسكم وقد كيف بلشت معكم الموهبة، وخصوصا في بيناتكم فرق، أكيد حدا بلش قبل حدا.
تمام. هلأ بالبداية أنا من لما كنت صغيرة برسم وبحب الرسم كتير، فسيلينا كانت تشوفني إنه عم برسم وألوان وهي القصص وهذا الجو الرسم، لفت نظر الموضوع كتير رغم إن هي كانت صغيرة، فحبت تجرب وتحاول، إنه صار عندها فضول إنه كيف عم ترسمي، كيف عم تطلع معك هيك، فصارت تحاول لوحة عن لوحة. بالبيت عنا صرنا نشوف في تطور كتير حلو. فمثل فيك تحكي انه انا كنت الباب لسيلينا، لانه هي اكتشفت حالها انه حبت هذا الشيء من خلال تجربتي. انا بعمري كنت 7 سنين، حبيت الرسم كثير من خلال رنيم، انه كانت ترسم. اكثر شيء لفت انتباهي هو جمال الالوان، وحبيت انه احاول مره عن مره، حكيت احب اكثر، لحد ما بابا سجلني مرسم مرأة خريف بالشرف الاستاذ زين، طورت اكثر واكثر. عم نشوف لوحات لإلكم. سيلينا انتي صف سابع، عم نشوف لوحات لإلك. خلينا نحكي يمكن كمان في يعني اكثر من نوع بالرسم، بالرصاص، بالالوان، شو اللي بيجذبك اكثر شيء بالرسم، او اللي خلت يمكن هيك اختك تجذبك اكثر للالوان، ولا فينا نقول للالوان الاحاديه مثلا الاسود، الفحم او الرصاص؟ يعني انا اللي بتفضلي اكثر بالرسم كل شيء كله. طيب خلينا نحكي عن هاي اللوحة، قديش بتاخذ منك وقت وشغل؟ تقريبا اخذت معي 3 أيام 4 أيام. هلا اللوحة من ليزا، هي للفنان ليناردو دافنشي، انه اللوحة موجودة بمتحف فرنسا لوفر. انا حبيت ارسم هاللوحة برغم عمري الصغير، حبيت اتغلب على الصعب واحاول ارسمها وطلعت اسلوبها فيه. خلينا نحكي اكثر كمان، يعني اليوم الأشكال أو الألوان بتختلف طبعاً، وبنعرف إنه بأعمار صغيرة بيكون بحاجة لحدا يدلهم على كيف بيتقسم الوجه، كيف بترسم المقاييس، شوي شوي الخطوات. هاي يمكن الدور اللي حضرتك عم تشتغل عليه معاهم، خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. طيب هلأ أنا بلشت بدعم هاي الموهبة تمام بالفترة يلي حسيت فيها انه صار في عندي معلومات وانا قادر انه انا اعلم. وبالنسبة له كانت فترة قليلة، يعني ما بتتعدى سنة، اقل من سنة، والحمد لله انه على الاسلوب يلي انا مشيت فيه فكان شغل ناجح ان شاء الله مثل ما كنت شايفة. نحكي معك كمان عن لوحاتك، شو اللي أكثر شيء بتحبي ترسمي؟ الألوان، شو اللي بيلفت نظرك؟ يعني لما تقرري ترسمي لوحة، شو هيك اللي بيجي ببالك أول شيء؟ أنا بحب الشيء الواقعي كتير، هذا الشيء اللي تبعته برسماتي وبلوحاتي. فالشيء الجمال، مثلاً جمال الواقع اللي بشوفه بحب صوره بإيدي، بقلمي أو بريشتي، وواقعية. لهيك هي اللوحة من رسمك، ما هيك؟ تمام. يعني حلو انه عم نشوف طبعا البورتري هو كتير شيء مهم، والشخصيات اللي منقينا طبعا. صح، تمام. الله يرحمه الدكتور محمد سعيد رمضان، الله يرحمه، اكيد من شهداء سوريا بالحرب. خلينا نحكي اليوم عن الهدف، يعني اليوم مجالات مختلفه، انت بتدرسي كيمياء سنه ثالثه، سيلينا لساتها بالمدرسه، مع انه انت عم ترسمي من زمان، ما فكرتي انه انا ادخل مجال ادعم رسمي فيه، ولا حبيتي انه تضل هوايه؟ تمام، هي فيني اقول انه هو حلم طفوله. من لما كنت صغيرة بهتم بالرسم، وكان هو حلم طفولة وموهبة ومادة أنا كنت أفضلها كتير بالمدرسة، لحد ما وعيت حسيت إنه لا، قررت إنه هي تكون موهبة أنا طورها وأدعمها، بس تعملي شغل أو حياة تانية إبداع فيها، بالإضافة لأني أدرس مجال تاني. سيلينا أنت حابة تكفي بالرسم ولا ممكن تختصي بمجال تاني؟ هلا حكفي. يعني ممكن تدخلي فنون جميلة أو شيء له علاقة بتقوية الرسم أكثر. طيب استاذ، خلينا نحكي عن المواهب الشابة اليوم، قديش مهم دعمها ورعايتها؟ يعني في عندنا كتير اطفال يمكن ببداية العمر عندهم مواهب كتير، خصوصا عم نسلط الضوء عليهم سلمى ضمن رحلاتنا الصباحية بشكل كتير كبير. الدعم والرعاية قديش بيلعب دور لتطوير يمكن هاي الموهبة، لتوجيهها، لتحديدها بشكل كتير صحيح؟ يعني عم تقول الصبية انه انا بحب مثلا الوان او برسم اكثر من شكل، ممكن انت لا تشوف بعين الاستاذ انه بترسم بطريقه مختلفه البورتريه مثلا. هلا الدعم الداخلي بيلعب دور كثير كبير، اللي هو من الاسره، العيله، كذا. صحيح، هذا بيلعب دور. اما هلا اذا بدي اجي شيء ثانوي، انا ممكن انا اكون الدعم الخارجي لك،
حتى اشوف شغله حلو تمام كفي، عرفت علي كيف؟ فهذا كان دعم كمان انا شايفه كتير قوي بالنسبه هلا لسنين. اكيد والدهم معنا بالاستديو، بدنا نوجه لهم تحيه اكيد. الله يسلمك يا رب. والشيء اللي صار انه سيلينا او رنيم يعني خلقوا بعيله بتحب تهتم امور الفنون تمام، وهذا الشيء كان دعم كثير قوي بالنسبه لي. صحيح صحيح اكيد. خلينا نحكي، شاركتوا بشيء معارض؟ حاولتوا تشاركوا بشيء تعرضوا فيه لوحاتكم؟ كيف كان تفاعل الناس؟ بالنسبه لي كانت مشاركتي الاولى بمعرض ورقه خريف، كانت تجربه فريده من نوعها وكثير مميزه بالنسبه لي. تفاعل الناس كان ايجابي ولطيف وداعم كثير. فيعني كمان صار معي قصه ضمن المعرض اثرت فيني كثير، انه لهلا بحس انه خلص انا وصلت لهالشيء اللي بدي اياه. الشيء اللي صار، انا شاركت بلوحه، كانت اول لوحه لي بالزيتي. ماما وبابا لما شافوها انصدموا وانبهروا انه كيف انت قدرتي تعملي هيك. هي اول لوحه لك بالزيتي، نحن عم نعرف انك انت عم تتعلمي، هلا تعلمتي زيتي، كيف طلعت معك هيك؟ فقالوا لي انه انا فخور، نحن فخورين فيكي كثير، هالشيء اثر فيني كثير. هون حسيت انه انا وصلت للي بدي اياه، اللي طول عمري بطمح له انه هن اهلي يفتخروا فيني، وهن لهم فضل كثير كبير بهذا الشيء. طبعا اكيد بدنا نتمنى طبعا هذا الشيء وهذا الدعم المهم جدا انه صحيح. يستمر، لانه اذا ما كان في دعم خصوصا بالمواهب ما بتستمر ابدا. كمان خلينا، انت كنتي موجوده، شفنا هيك صور موجوده معها بالمعرض، يعني اول معرض تحضريه ومع اختك ومشاركه، كيف كان الجو؟ انا اول مشاركه كمان لي بمعرض ورقه خريف، ومشاركه كانت كثير حلوه وداعمه لي اتطور اكثر واكثر، وأراء الناس كانت كتير إيجابية وانبهروا إنه بلوحاتي برغم عمري الصغير. أكيد بدنا نشكركم بالختام على وجودكم معنا، بدنا نشكر الأستاذ أكيد والأهل الداعمين لإلكم بشكل كتير كبير. نتمنى يا رب هيك بالمستقبل فعليا نشوف لإلكم معارض خاصة، ونشوف سيلينا هيك كبرت واختصت بالمجال، عاملة ستايل فنانة اليوم سيلينا. صحيح لابق لها كتير بقلة. شكرا كتير لإلكم. شكرا أنت على الاستضافة الحلوة. شكرا لكم وموفقين اكيد. الله يسعدك يا رب. اما هلا نور رح نروح لمحطتنا التاليه والى ريف حما، استكمالا لحمله الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات وفحص البروستات للرجال التي اطلقتها اللجنه الوطنيه للتحكم بالسرطان تحت عنوان وعيك هو قوتك. تم وضع عربات طبيه متنقله عسكريه في قريتين بريف الشرقي وناحيه السعن. ايضا خلينا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. تحت شعار وعيك هو قوتك، انطلقت في مدينة السلمية بريف حماة الحملة الوطنية للتقصي عن مرض السرطان من خلال العيادات الطبية المتنقلة في أرياف المدينة لاستقبال المواطنين. نحن المحافظة الثالثة بعد طرطوس واللاذقية، هدفنا 15,858 لكل سرطان. منجوب أرض المحافظة بشكل عام جغرافياً، وتوزع المراكز والمشافي والعربات العسكرية الطبية راح تكون على كامل المحافظة. راح يكون هدفنا 15,000 لكل سرطان، هو الحد الأدنى من أي دراسة بحثية 5%. العربة هذه مخدمة فيها جهاز ماموغرافي لتصوير الثدي، الهدف منه الكشف المبكر عن سرطان الثدي عند السيدات، الهدف تبعنا اللي هن الفئات العمرية التي تم الإعلام عنها مسبقا، إضافة إلى لطاخة عنق الرحم. أيضا الهدف منه الكشف المبكر عن وجود أي تغيرات في عنق الرحم قد تشير إلى سرطان قبل انتشاره. العيادات شهدت إقبالا من قبل المواطنين للإطمئنان على صحتهم من خلال عملية الكشف عن سرطان الثدي. شغل ممتاز وشغل كتير كويس، عم ينفعنا، عم نكشف عن سرطان الثدي المبكر، ومشكورين على جهودكم المبذولة، الله يعطيكم العافية. نحن جايين مشان تصورة للثدي، مشان لطاخة، مشان الصدر، ومشكورين كتير. بنصح سيدات المجتمع كافة أن يقوم بفحص سرطان الثدي، الكشف عن الأمراض المبكرة. تهدف هذه الحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وتستمر الحملة لعشرة أيام من خلال عياداتها المتنقلة المنتشرة في أرياف مدينة السلمية. محي الدين فهد للإخبارية السورية ريف حماة.
أما هلا سلمى بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم ومحطتنا طبية رح نحكي فيها يمكن كتير حكينا سابقا وللأسف بنحكي عن آثار التدخين والأرجيلة قديش إلى آثار سلبية على الصحة ومنها السرطانات، وعم نشوف بالآونة الأخيرة انتشار كتير كبير للأرجيلة حتى بأعمار صغيرة عم نتفاجأ للأسف قديش إله تأثير كتير كبير، ممكن مع الوقت الطويل فينا نقول في خطر صامت وهو سرطان الرئة اللي هو أكثر السرطانات انتشاراً ومن أكثر مسبب الدخان والأرجيلة أكيد. صحيح نور، يمكن يعتبر سرطان الثدي بالمرتبة الأولى من حيث الانتشار، هو يلي بالمرتبة صحيح. اللي بعده أو يمكن من أكثر المسببات انتشار سرطان الرئة، أو مسبب له هو كان الدخان ونمط الحياة الضار وتعرض لكثير من المسببات. ومعروف أيضاً أنه السرطان حتى الآن ما نعرف شو سببه الرئيسي، ولكن نحن عم نحكي عن المسببات اللي هي بتأهب الإصابة وبتخلي الشخص ممكن يكون عرضة للسرطان. رح نتعرف أكثر عن التفاصيل الوقاية والعلاج مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور حسن عبد القادر حسن، اختصاصي بعلاج الأورام ومدير مركز الأمل التخصصي لعلاج الأورام. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، الله يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف شو هو سرطان الرئة، نعرف أعراضه، يعني ممكن بعض الأعراض نقدر نلاحظ أنه هذا ممكن يكون سرطان، لأنه للأسف أغلب الاكتشافات عم تكون اكتشافات مؤخرة يعني بمرحلة متأخرة من المرض. صحيح. بداية التعريف حقيقة لسرطان الرئة مثل أي سرطان هو انقسام غير طبيعي أو شاذ للخلايا يؤدي إلى تشكل كتلي أو نسيج في مكان ضمن الرئة، وهذا النسيج يستطيع أن يتضخم في مكانه أو يسبب انتقالات فيما بعد. الأعراض عديدة صراحة ويمكن أن تتشابه مع الأعراض البسيطة، ولكن بالحقيقة أعراض سرطان الرئة هي أعراض واضحة نلجأ يعني إليها لمراجعة الطبيب مباشرة، وأهم السعال المنتج للدم ونسميه النفث الدموي، الألم الشديد في مكان معين من الرئة، وقد أحياناً يعني بيكون في عندي آلام ليس بالضرورة أن تكون آلام رئوية أو صدرية، ممكن يجيني بألم كتف أو ألم في الذراع مجهول السبب ولا يخف على المسكنات، الزلة التنفسية، ضيق النفس، الأعراض كثيرة معظمها هي اللي بتستدعي مراجعة الطبيب وزيارته للكشف عن هذه الأعراض. طيب دكتور خلينا نحكي شوي، اليوم قلت حضرتك في عنا عدة أنواع للسرطانات وأيضا الرئة كمان في له صحيح. عدة أنواع، ما هي الأكثر خطورة وكيف بيتم بصراحة تميزها؟ يعني فينا أعداد أو أنواع عديدة لسرطان الرئة، رح نحكي عن الأكثر شيوعا اليوم. بالنسبة إلي يقسم إلى قسمين أساسيين هم كبير الخلايا وصغير الخلايا. كبير الخلايا في عندي منه نوعين أساسيات، هن غدة الخلايا الأدينوكارسينوما وشائك الخلايا سكواموس سيل كارسينوما. صغير الخلايا هو النوع الأكثر خطورة فينا نسميه بسرطانات الرئة، وهناك بعض الأنواع مثل الغدة الصماوي أو حتى الساركوما، وأحيانا معظم الآفات الرئوية قد تكون نقائل من مكان آخر، يعني هي ورم رئة انتقالي، فيجب التفريق بينها ويمكن تفريق بينها عن طريق الخزعة. دائما الخزعة هي اللي بتحدد لي نوع سرطان الرئة وكيف بدي أتعامل معه. طبعا كل نوع له علاج مختلف وطريقة تعامل مختلفة عن الأخرى. طيب خلينا نحكي عن الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة. حكينا ببداية المقدمة قديش مثل ما حكيت التدخين له عامل كتير كبير وتأثير، يعني رغم كل المحاذير بتلاقي نسبة الناس المدخنة بازدياد للأسف عم تكتر. بجوز الستريس والتوتر وطريقة هروب عن الواقع أنه الإنسان عم تروح باتجاه التدخين أو غيره، ولكن أكيد التدخين هو من العوامل الأساسية لتشكل السرطانات بالعموم، ليس فقط سرطان الرئة. صحيح. لازم ننتبه، ولكن الرئة هي العضو المباشر التأثير من التدخين، يعني بتأثر مباشرة تأثيره يعني فورا من التدخين. هناك عوامل أخرى لا نستطيع أن ننكر مثل التعرض للسموم، الغازات، العامل الوراثي، العامل الجيني، العامل التعرضي، هذه العوامل كلها مسؤولة عن تشكل سرطانات الرئة. مهم جدا أنه نحن نكون دايرين بالنا على حالنا ونعمل فحوص دوري وتشيك أب دوري ونتبع سيستم حياة يكون بعيد عن التدخين، بعيد عن الأرجيلي، من خلاله نقدر أنه نضبط هالجهة هي. صحيح في عندي أسباب أخرى، بس يعني الله يعطيكم العافية إذا قدرتوا تضبطوا موضوع أنه نحن نبعد عن التدخين والمواد السامة لحتى نبعد هاي الجزئية عننا التي تؤدي في المستقبل لا سمح الله إلى تشكل سرطان الرئة. دكتور في بعض الأشخاص بيكون عندهم أمراض، طبعا بنعرف نحن المدخنين بيتركوا الدخان، ببلشوا يعانوا
تبلش تظهر عندهم امراض حتى بعد ما يتركوا الدخان. بيقولوا نحن عم ندخن ما كنا حاسين فيها بهالتعب، تعالوا نرجع ندخن. بنبلش بنشوف امراض كتير صدريه منها سي او بي دي وغيرها، من اللي هي بتعيش مع المريض وممكن تسبب نقص اكسجه ويدخلوا بدوامات عديده. هل تفاقم هاي الامراض او هاي الحالات ممكن يؤدي لسرطانات رئويه او لا؟ اذا تم ضبط هاي الامراض بيضل عندها تماما. بصراحة الآن الأمراض المزمنة وعدم علاجها ومتابعتها هي من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى تغيرات في شكل الخلية وانقساماتها، خصوصا أنه هدول المرضى طول فترة عمرهم مثل ما قلت بتطور عندهم سي أو بي دي أو نفاخ رئوي، بصيروا بياخذوا أدوية لهاي القصص، هاي الأدوية قد تؤدي إلى انقسامات شاذة، فمهم جدا الانتباه إلى من البداية اتباع سيستم حياة جيد والابتعاد عن التدخين واتخاذ هذه النصيحة نبراس للحياة، ممكن أنه كتير يقينا من أمراض مزمنة ومن سرطان الرئة أيضا. هلأ بصراحة ما فيني أقول أنه نحن يعني ما ثبت ولا حالة لسه من هذا الموضوع تقريبا. بصراحة هناك مثل ما قلت أنت ببداية حديثك أنه نحن لحد الآن لا نستطيع تحديد السبب الحقيقي الرئيسي لتشكل السرطان عند إنسان دون عن الآخر. عم نشوف عوامل مؤهبة. أكيد هي عوامل مؤهبة وريسك فاكتور. هذه العوامل المؤهبة لها علاقة بطبيعة الحياة، العمر، الجنس، العرق، السكن، الغذاء اللي عم ياخده، طبيعة حياته، كل هاي الأمور هي عوامل مؤهبة. بآخر مؤتمر تخيلوا وقت كنا فيه تم تعريف مريض الكانسر على أنه هو إنسان سيء الحظ فقط، أنه صار معه شيء أدى إلى طفرة أدت إلى تكون هذا الكانسر. في ناس كثير بتقول أحيانا الحالة النفسية بتأثر. العامل النفسي هو من أهم العوامل المؤهلة. في أشخاص ممكن تنصاب مثل ما حكينا بسبب حالة العامل نفسية. النفسي، العامل الغذائي، العامل الوراثي الجيني. هلأ ما أنها كلها عوامل مؤكدة لتشكل السرطان عند هذا الإنسان، ولكن هي عوامل مؤهبة ومحفزة. صحيح. صحيح. يجب أن نقي أنفسنا. طيب اتباع سيستم حياة جيد. صحيح دكتور، لما نقول سرطان دائما بيكون حالة قلق خوف دائما مربوط بالحياة، يعني يا يبقى المريض على الحياة يا أما ممكن يتوفى. فلما نقول سرطان الرئة كمان من أكثر النسب، يمكن نسب الوفاة يمكن بسرطان الرئة، لأنه بنعرف الرئة هي الجهاز الأساسي للحياة للتنفس للاستمرار. خلينا نحكي إذا اكتشفنا هذا المرض بالبداية قديش نسبة الشفاء رح تكون، المراحل اللي ممكن يتم فيها العلاج؟ بصراحة النسبة عالية جدا، لأنه طول ما أنه نحن ما زلنا في الدرجة الأولى من المرض يمكن الشفاء منه بشكل تام، خصوصا انه ورم الرئه يتم كشفه ببدايته على وجود كتله موجوده في الرئه، اذا تم استئصال هذه الكتله وما كان لها اي عقابيل او عقد بعيده او انتقالات يمكن الشفاء منه حتى بدون اخذ اي علاج متمم. تخيلوا لوين الموضوع. حتى الحمد لله نتيجه تطور العلم ومعرفه بعض الطفرات الجينيه المسؤوله عن تكون هذا المرض صرنا نعطي علاج هدفي او علاج مناعي، يعني حتى المريض اللي عنده نقائل من ورم الرئه يمكن الشفاء منه بشكل كامل. هذا الموضوع طبعا كثير بنركز عليه عن اهميه الكشف المبكر، مو بس عن سرطان الثدي او عنق الرحم او عن حتى سرطان الرئه يمكن الكشف عنه بشكل مبكر باجراء صوره صدر بسيطه اللي هي ابسط اجراء ممكن نعمله بشكل روتيني ودوري كل سنتين او كل 3 سنين عند الاشخاص المدخنين اللي هن بيعرفوا حالهم انه في عندهم بعض الاعراض، في عندهم سعله مزمنه، هدول بتصير اعراضهم مماهيه بتخربط الطبيب حتى انه هذا المريض صار له والله 10 سنين او 20 سنه مدخن ودائما عنده سعله مزمنه، ما عاد اعرف اذا سعلته لا سمح الله تكون عنده سرطان رئه ولا لا، لازم يعمل اجراءات وزياره للطبيب بشكل دوري حتى لو ما عنده اعراض صارخه. كشف المبكر حياه، هاي دائما انا بقولها. اكيد. طيب دكتور قد ايه نسبه الحالات اللي حتى يمكن للاسف ما قدروا يتم الكشف المبكر فيها، اذا تم العلاج بالشكل المناسب ممكن انه هي تشفى؟ لانه دائما مريض السرطان بيخاف. صحيح مثل ما في حكينا، في ناس بتخاف من الجراحه بتقول لك لا خليني اعيش هالكم سنه مرتاحه وبلا ادويه وما بدي ادخل بجراحه وكيماوي واشعه ويتغير شكلي واخسر حياتي دائما عندنا حلول، بروتوكولات العلاجيه يتم مناقشتها مع المريض واعطائه كل الخيارات الموجوده بين ايديه. دائما نحن مثل ما قلنا ببدايه حلقتنا انه فعلا الاعراض بتكون مسؤولي عن مكان تشكل الكتلة، في كتلة بتتشكل جنب قصبي ثاني نهار بتعطيني أعراض بقدر اكتشفها بشكل مباشر قبل ما تكبر قبل ما تعمل نقائل، وفي كتلة بتتشكل بمكان معين بالرئة ما بيعطي أعراض وبتلاقيها عم تكبر وبتعمل نقائل وحتى بدون أعراض، لذلك بنقول ما قدرنا نكتشفها بشكل مبكر. صحيح. طبعا الخيارات العلاجية يتم مناقشتها مع المريض، بنقول له انه هذا العلاج هو الأفضل، الجراحة هي إنقاذية، العلاج الكيميائي هون ضروري، العلاج الهدفي او المناعي ممكن يكون إنقاذي. موضوع
عدم تقبل المريض للعلاج أو الجراحة يمكن نحن بعياداتنا بنعيشه بشكل يومي. مهمة الطبيب بقى هون مثل ما حكيتي العامل النفسي يشتغل عليه. أولا الحالة هي 100% أول شيء يشيل الفوبيا من يعني الموضوع صراحة حتى يعني مدارس في مدرسة بتقلك إنه لازم تحكي مع المريض مباشرة في مدرسة بتقلك لا أهله. يعني عليك حسب الاي كيو تبع المريض وحسب تقبله لفكرة إنه صار في عنده كانسر وإذا هو متقبل إنه يتعالج ولا لا. أكيد نحن لازم نعالج، أكيد نحن لازم نعطي الخيارات العلاجية. التطور تبع العلم عم يساعدنا الآن، العلاج الهدفي أو مثلا العلاجات الحديثة أصبحت عبارة عن حبوب، حب بياخد مريض سرطان الرئة الانتقالي الدرجة الرابعة حب البيت، معتمد على طفرة الـ EGFR ممكن يكون شافي حب يوميا كأنه عم ياخد حب السكر أو الضغط. تخيلوا لوين التطور صار. هذا الموضوع ممكن لبعض المرضى اللي عندهم هاي الطفرة أن يكون شافي، يعني بيشفى المريض حتى من سرطان الرئة ومن النقائل الموجودة. تعتمد على طبيعة الجسم، تقبل صحيح. المريض، التزامه بالنصائح الطبية، والكشف المبكر. صحيح المبكر. دكتور بالختام خلينا نحكي عن مبادرة شاركت فيها في محافظة حمص، بنعرف يمكن التكلفة العالية لعلاج مرض السرطان وخصوصا في ظل الحصار الاقتصادي على سوريا، قديش صحيح. مكلفة الجرعات اليوم قدمتوا 100 جرعة 1000 جرعة كانت 1000 جرعة تقريبا. خلينا نحكي عن هالمشاركة، مبادرة مبادرة لتكون بوابة لكل الناس اللي عم يحضرونا، قديش فينا نعمل فعليا عمل خير بما يخص فعليا العلاج اليوم والتكلفة الدوائية ليله. بصراحة المبادرة كانت هي فكرة شبابية بالتعاون بين عيادات الأمل اللي أنا مشرف عليها والغرفة الفتية الدولية في حمص. مجموعة شباب حبوا يقدموا فعلا شيء يعني واضح وملموس لمرضى السرطان، وكان تحدي الألف جرعة. الجرعة مجانية تماما تحدي الألف جرعة مجانا لمرضى السرطان، وقدروا خلال فترة كتير قليلة فعلا نتيجة تفاعل المجتمع بحمص وتقبلهم لهذه الفكرة أنه يكونوا داعمين أوايا لهم كتير. تأمنت الألف جرعة خلال فترة أقل من شهرين ونعطت لأصحابها بشكل عليه كنترول كتير قوي للمرضى اللي كانوا فعلا دواهم غير موجود بالمشافي الحكومية وكانوا بحاجة هذا الدواء، وتم إنهاء الفعالية بشكل رائع. نأمل من الله أن يكون هناك فعاليات أخرى نقدر أيضا نساهم بتأمين هذا العلاج لكل المرضى المحتاجين. إن شاء الله يا رب. نحن كمان بندعو كل الناس اللي عم يسمعوا واللي عم بيتابعوا اللي بيقدر يقدم ولو شيء بسيط ما بيعرف قدم ممكن هو يعمل الفرق. اي والله شكرا يا رب. ان شاء الله بهمتكم وهمه الجميع. بدنا نشكرك يا دكتور، اكيد بتمنى الصحه والسلامه لكل الناس. شكرا كثير لك. ان شاء الله شكرا كثير. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه بنفس التوقيت لنستعرض اهم محطات رحلاتنا الصباحيه خلال هالاسبوع. نهارك سعيد سلمى. نهارك سعيد نور، ونهار سعيد لكل مشاهدينا. بكره طبعا اليوم ختام الاسبوع، بكره جمعه مباركه عليكم، لكل يلي بالبيت او بده يلحق حاله ويطلع مشوار يودع فيه الصيفيه، ضلوا بالف خير. باي 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 باي.